أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في فلك السياسة. عالم جديد من الفتوحات العلمية، ولكنه ملغم بالمجهول الذي يجعلنا نسأل عن مدى قدرة الإنسان على السيطرة على ما يخترع من برامج تكنولوجية وأنظمة اصطناعية ذكية. منذ اكتشاف الابتكارات التكنولوجية وتطورها السريع كالذكاء الصناعي وغيره، أثير الجدل حول الفوائد والمخاطر لهذه التقنيات. كيف ستكون عواقب التقدم التكنولوجي على حياتنا ومدى إمكانية توظيفه سياسياً؟ ما هي التحديات التي تهدد الأنظمة السياسية والأمنية في الدولة؟ وما الدور الذي ستلعبه هذه التكنولوجيا الجديدة في المستقبل، وما تأثيراتها على الأجيال الأخرى؟ نتابع هذا التقرير ونبدأ من بعده. بسرعة كبيرة يشوق الذكاء الاصطناعي طريقه إلى حياتنا، فقد أصبحت البرامج الحاسوبية تتميز بخصائص تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، وبات للآلة عقل تفكر به وتزاحم البشر في أعمالهم. مجالات عديدة استفادت من تقنيات التطور التكنولوجي، فقد استخدمت أنظمته في الطب والتعليم والاقتصاد، ولم تكن السياسة بمنأى عن هذه المجالات. تمكنت النخبة السياسية من تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتساب الدعم والتأييد من قبل الناخبين، كما فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال بناء برنامجه الانتخابي عام 2017. التطور السريع للثورة التكنولوجية أثار العديد من المخاوف خشية خروجه عن نطاق السيطرة في ظل تنافس الدول العظمى لتحقيق الهيمنة التكنولوجية والتهديدات الأمنية وزعزعة العلاقات الدولية. عدنا من جديد لنبدأ الحوار مع ضيفتي في الاستوديو دكتور غادة عامر، عميد كلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأيضا زميل ومحاضر في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. أهلا بك دكتور غادة. أهلا بك يا فندم. أهلا بك دكتور نضال وبكل مشاهدينك. أهلا بك دكتور غدا. يعني الأنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت حقيقة وواقع منتشرة في كل مكان في العالم، وهناك منافسة شرسة بين الشركات الكبرى في هذا المجال، وهناك العديد من البرامج. برأيك كيف ستنعكس هذه الأنظمة على حياتنا اليومية؟ طيب، هو تقنية الذكاء الاصطناعي تقنية قد يعني جديدة على مسامعنا في القطاع المدني، لكنها في القطاع العسكري موجودة من 1948، كانت بأبحاث كلاسيفايد أو سرية للغاية، وتم استخدامها في أعقاب الحرب العالمية الثانية عن طريق تورينج ماشين. التورينج، موضوع الذكاء الاصطناعي هو فعلا تداخل في كل حياتنا طول النهار، هو احنا بنتعامل معاه، ولكن هو اللي بيجمع داتا عننا. يعني كل السوشيال ميديا، سيري، بيكسبا، إليكسا، كلها فيها تقنية الذكاء الاصطناعي. طبعا تقنية الذكاء الاصطناعي للدول اللي بتمتلكها وفاهمة قيمتها دي هتغطي كل أهداف التنمية المستدامة، وتعمل عندها اقتصاد نوعي فريد. هو الهدف الأساسي من هذا التطور، يعني هو الهدف الأساسي لأي تقنية هي عسكرية. يعني دعنا نعترف، أي تقنية بتطلع الأول عسكرية وبكده بتجنة في القطاع المدني، زي الجي بي اس، زي الفلات سكرين، الطيارات، الدرونز، كل الحاجات دي طلع قطاع عسكري وبكده بتجنة في القطاع المدني، فهي قطاع عسكري اساسا وبعدين بدات تخش في القطاع المدني. قوه الذكاء الاصطناعي طبعا بيدي للدول اللي بتمتلكه انه بيقدر يستغل ثرواته، بيعرف الداتا اللي عنده، بيعرف المشاكل اللي عنده، بيقدر يحلها. الذكاء الاصطناعي لو تم استخدامه بيقدر يفيد في كل ايتمز بتاعه ال17 ايتمز اللي في الاهداف التنميه المستدامه.
طبعا في حياتنا انت اكيد يعني احتكيتي بيه، سواء بتستخدمي جوجل سيرش، بتستخدمي مثلا اي تقنيه حواليكي، ده بيعمل لك اناليسز، بيستخدم في الطب، بيستخدم في الترقيب عن البترول، في الصيدله حاليا مختلفه. نعم زمان في الصيدله احنا كان عندنا مشكله عشان نعمل دواء ممكن نقعد 18 سنين، الذكاء الاصطناعي لما دخل في الكورونا فيروس قدر يعمل فاليديشن للدواء خلال 6 شهور، ففعلا فرق مع الناس كتير جدا، بس الدول اللي بتمتلكه مش بتستهلكه. نعم، البعض يعني يعتقد أن هذه الأنظمة التكنولوجية يعني بالرغم من فائدتها ولكن هناك مخاطر لهذه الأنظمة، يعني تهدد الإنسان في عمله ومنصبه لدرجة أنه يمكن أن يستغنى عنه في العمل ويكون في روبوت أو آلة أخرى تقوم بهذا العمل. ولكن مكمن التهديد الأكبر هو يعني كما طرحت بعض السيناريوهات أنه تأثير الذكاء الصناعي على النظام السياسي، كيف يعني تفسرين هذه السيناريوهات القائمة على التهديد على النظام السياسي؟ لو جينا ناخد الأول طبعا عن النظام السياسي زي أثر، نبدأ زي ما تفضلت قلتي على الوظائف، لأن الوظائف لو حصل فيها فقد كبير والناس بقى عندها بطالة، وإحنا كان بنعاني من مشكلة البطالة من الأول وبدأت تزيد كمان، دي تأثر على النظام السياسي جدا. في شركة اسمها ماكنزي بتقول انه وجود الخوارزميات الذكاء الاصطناعي على الانظمة الدولية دلوقتي هتطيح ب 800 مليون وظيفة، خمس القوى البشرية كعمالة هتختلف، ده بحلول 2030، والبنك الدولي بيقول لك 2030 70% من وظائفنا هتختفي وتطلع 140% وظائف جديدة. فالتهديد القائم هو مش هيشيل وظائف، هو هيشيل وظائف لكن سوف يخلق وظائف نوعية جديدة. فأي حد عاوز يكون موجود الفترة الجاية وعنده وظيفة نوعية يبدأ يطور نفسه. يعني اي انسان تقليدي، استاذ جامعه، مهندس، محامي، اعلامي، ومتمسك بالانظمه التقليديه والفكر التقليدي هيتشال من على السيستم. لكن لو انا طورت نفسي وتعلمت التكنولوجيا والدوله علمتني والدول العربيه كلها دلوقتي بتدرب فعلا اولادها على موضوع انه ازاي اتعرف على التكنولوجيا بالظبط كده، ده هيكون ليه مكان ومكان كويس جدا، يقدر يوصل رسالته للعالم كله، خاصه لما يعرف ان البنك الدولي بيقول لك 2030 90% من الكره الارضيه متواصله بالانترنت، يعني اقدر باستخدام تقنيه الذكاء الاصطناعي اتواصل مع 5 مليار نسمه. هيأثر ازاي على النظام السياسي؟ طبعا السياسي فيه كذا نوع، سياسه داخليه وفي سياسه خارجيه. في السياسه الداخليه لو جينا نتكلم على الشق الايجابي، لو احنا دوله عندنا دي التقنيه تقدر تخلي فيه شفافيه في التعامل، في داتا للمواطنين بيعرفوا، تعرفي مواردك اللي عندك ايه، فتقدري تحددي وجهتك السياسيه الفتره القادمه، تختاري افضل الناخبين ليكي. لكن في الجانب السلبي الدول اللي بتتحكم في شعوبها، مثلا زي دوله زي الصين، الصين بتتحكم في 1.4 مليار نسمه باستخدام تقنيه الذكاء الاصطناعي مع تقنيات اخرى من الثوره الصناعيه الرابعه، تقدر تعرف انت قلت ايه، اتكلمتي فين، اي خطا عملتيه، بيبقى عمليه المراقبه بالثانيه في كل حاجه انت بتعمليها، بتتابع حتى مشترياتك على النت، افعالك. عشان كده السنه دي الصين بتقول انا وصلت ان ما عادش عندي جرائم لاني بتابع حتى رد فعل الوش لو في حاجه. على النظام الدولي طبعا فرق كتير جدا، يعني في السياسه بين الدول كيف أيوة. على النظام الدولي غير كتير جدا في السياسه. ازاي بقى؟ لان انا دلوقتي لو دوله عشان اعرف الجهه الاخرى بتفكر معايا ازاي، لازم اكون عندي قدره على معرفه ايه التفاوض اللي اخش معاه واثر عليها ازاي. فانا لو عندي معلومات وبيانات كامله، والبيانات كمان دي بيتم تحليلها عن طريق الخوارزميات وتديني افضل طريقه للتفاوض، فانا هكون دوله مؤثره. ايضا لو عندي هذه التقنيه، يعني قوه سياسيه لامريكا او للصين او لروسيا لانها عندها تقنيات فائقه زي الذكاء الاصطناعي، هي بتقدر توصل للناس كلها، تقدر تعرف انت مشاكل عندك ايه. في شركات كانت بتستخدم زي لوكهيد مارتن. انا نتحدث على مستوى داخلي او على مستوى خارجي كسياسه خارجيه؟ سياسة تطبق بالزبط. بين الدول يعني. السياسه الخارجيه بين الدول ان انا اقدر دلوقتي استخدم التقنيات دي عشان تبقى عندي قوه اقتصاديه نوعيه اقدر اتواصل بيها مع العالم. مهما كنت دولة مش محبوبة ولكن عندك هذه التقنية هتقدر تخليك موجودة على المستوى الدولي. عشان كده الصين بتتبنى الفكرة دي جدا، كوريا الشمالية بتتبنى، روسيا، أمريكا بتبنوا فكرة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات. نعم، طيب تأثيره في مفهوم العلاقات الدولية والعلوم السياسية، يعني كما ذكرتي حضرتك يمكن يستخدم في جانب أو شق إيجابي ك يعني المعلومات وتطبيقه على مجموعة من الأنشطة سواء دبلوماسية أو سياسية، ولكن أيضا هناك يعني هذا التقدم صاحبه الكثير من الهواجس والمخاوف بسبب خروجه عن نطاق السيطرة، وكان هناك يعني
كلام أو حديث وكتابات عن العواقب التي قد تكون تنتج عن الذكاء الصناعي، وخاصة فيما يتعلق بالشق الأمني والعسكري، كما كتب يعني كيسنجر في كتابه عصر الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإنسان الصادر عام 2021، أدرك المفكرون حجم التحدي لهذه الأنظمة والبرامج وتأثيره على المفاهيم المتجذرة سواء في العلوم السياسية أو حتى العسكرية كمفهوم القوة والحرب السيبرانية. كيف يعني تصفين المشهد من هذا الزاوية ومن هذا المنطلق؟ تمام، وزي ما تفضلتي قلتي وزي كتاب هنري كيسنجر ما قال، نحن بنعيش في عصر مختلف دلوقتي وعصر الحروب اختلف. يعني في كتاب كمان اسمه أرمي أوف نان، أرمي أوف نان ده بيتكلم ازاي هتبقى الخوارزميات هي اللي بتقود المعركة، والقادة التقليديين موجودين ولكن موجودين بشكل مختلف في ساحة المعركة، مش موجودين في الساحة نفسها ولكن بيتحكموا عن بعض. فالنظام العسكري دلوقتي تغيرت حتى مفاهيم الاغتيال، تفهمت تغيرت حتى مفاهيم اللوجستيات، تغيرت حتى مفاهيم عمليه التخابر، ما عادش التخابر الراجل ابو جرنان اللي قاعد، انت عن طريق السوشيال ميديا انا ممكن اعرف كل حاجه عن الدوله بتاعتك بالذكاء الاصطناعي، مجرد ما تكتبي كلمه اعرف ايه التوجه اللي حاصل في البلد، وده استخدم علينا في مصر فيما اطلق عليه ثورات الربيع العربي. تم استخدام، احنا كل دوله فيها مشاكل طبيعي، طالما انت دوله او انت بني ادمه فانت عندك مشاكل، فهو بيفعل هذه المشاكل باستخدام تقنيه الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، بتبدا تفهم انت بتفكري ازاي، بدا يرددوا كلمه ايه، الكلمه دي نكبرها ازاي، نوجهها ازاي. وده بيتم حتى في دول كتيره، في دول عندها دفاعات، يعني مثلا اسرائيل عندها دفاعات انها لو اي حد كتب كلمه ممكن تؤثر في النظام السياسي الداخلي او تؤثر على الامن الوطني بتاع اسرائيل، بيروح ساحبين الكلام ده كله وقافل لك كل الصفحات اللي بتتكلم في ثواني عن طريق يعني يتم اكتشاف الخوارزميات بالذكاء الاصطناعي. ايضا اقدر بالذكاء الاصطناعي، كان في عمليه حصلت في مصر ان انا ابعت لك شخصيات افتراضيه مش حقيقيه وتكلمك على اني مواطنه مصريه وانا مش مصريه اساسا، انا شخصيه خوارزميات، بعد ما اتعرف عليك وتلاقي الصفحه بتاعتي كامله يعني صوره للشخص والصوت والحديث لشخص اخر، دي خوارزميات ده مش حد اساسا خالص. يعني ده كان في عمليه اسمها سوك بابت، العمليه دي كان كل عسكري في نيفادا مع 10 شخصيات افتراضيه مش حقيقيين، والاي بي جاي من مصر او من العراق او من فلسطين، واخش اتكلم معاكي واتكلم كاني بني ادم وانا مش بني ادم، انا روبوت بس بتعرف انت بتقولي ايه، مع ان الصفحه بتاعتي جايبه لايكات وحاجات، بس دي مش اشخاص حقيقيين. فعشان اوجه مثلا، ودي حصلت عندنا حادثه في ماسبيرو في مصر، كانوا عاوزين يعملوا فتنه بين المسيحيين والمسلمين باستخدام هذه التقنيات، فاقدر اوجه المجتمعات كمان عشان اعمل افشال للدوله. فكره الحرب ما اتغيرتش منذ بدء الخليقه، ان انا افرض ارادتي على دوله وهيمنتي عليها، كان زمان بالاسلحه التقليديه، دلوقتي لا، انا ممكن اخلي الدوله هي اللي تسقط داخليا بين الفرقه بين الشعب، بين ان انا اشيع اشاعه مثلا الاقتصاد صعب، البلد بتقع، فالناس يبدا يحصل فيها مشاكل داخليه وتسلمني الارض طوعتها. ضيف على كده بقى الاخطر، زي لعبه الحوت الازرق. لعبه الحوت الازرق دي كان وراها اجهزه مخابرات، مات فيها عشرات الاطفال على مستوى العالم. اللعبه دي فيها ذكاء اصطناعي، اخليك تلعبي اللعبه او الطفل ده يلعب اللعبه، هو بيلعبها بتعرف على نفسيته 15 مستوى لحد ما خلي الطفل يقوم يشنق نفسه. طب خليته موت نفسه، اخليه بقى يولع لي في الوحده العسكريه، فجر بلدك، فجر البيت، فاصبح عندي جنود قاعدين على شاشه الكمبيوتر تبعي من غير ما نخش البلد خالص، وبعمل افشال كامل بالدوله. بتستعملها مثلا دوله ضد دوله اخرى لدرب الاجيال القادمه زي ببجي و بالظبط كده، والالعاب كتيره جدا، ده لعبه الحوت الازرق دي كانت من اخطر الالعاب اللي مات فيها ناس كتير جدا. فطبعا كان تيست من اجهزه مخابرات عايزه تختبر هذه التقنيه، ازاي اقدر اسيطر على الناس جوه البيوت يقوموا ينفذوا العمليه اللي انا عايزاها. طبعا الذكاء الاصطناعي كمان بيستخدم في الانظمه الذكيه زي طيارات الدرونز. انا اقدر دلوقتي عن طريق بصمه وش بني ادم اطلعه طياره درون تجيبه عن طريق بصمه وشه وتقتله. ممكن اقدر استخدم تقنيه الذكاء الاصطناعي في الاوتونوموس فيهيكل او الماشينز اللي بتمشي وتعمل استطلاع تخابر، اقدر استخدمها كمان بالتنبؤ بالمشاكل اللي ممكن تحصل. شركات الاسلحه بتعمل الكلام ده. كان في انظمه اسمها الانظمه الخبيره، الذكاء الاصطناعي الاكسبرت سيستم، ان انا احط المعطيات كلها بتاعتي وتنبأ فين اماكن المشاكل اللي ممكن تحصل عشان ابيع فيها اسلحه، وابيع نوع السلاح ايه، واعرف ايه اللي ممكن يحصل، وفعل المشاكل في المنطقه دي. فطبعا الذكاء الاصطناعي تقنيه خطيره، وده اللي خلى رئيس شركه جوجل اللي عمل الشات جي بي تي جيفري هيبتون يسيب الشركه ويقدم استقالته، عمل زي ما عمل الفريد نوبل لما عمل قنبله الذريه التي ان تي، بعد ما عملها عمل جائزه نوبل وقال يا جماعه انا بعتذر، نفس الكلام قال عليه جيفري هيبتون، يعني شعر بالذنب. قال لك انا خلاص السبب المسؤول اللي هيموت البشريه كلها. حتى قال كلمه، قال لك زمان كنا بنقول دوس على الزرار حتى تطفي النور، دلوقتي دوس على الزرار حتى تقتل الكل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
طيب في هناك الكثير من الخروقات العسكرية أيضا، تغيير المنظومة العسكرية في دولة ما، يعني دولة ضد دولة أخرى، كيف يمكن حماية الدول عسكريا وأمنيا من ضربات ناتجة عن الذكاء الاصطناعي؟ بصي، هو في نوع أنواع الهجمات مثلا كتيرة، زي مثلا الهجمات السيبرانية اللي حصلت على إيران لما ضربوا المفاعل النووي الايراني عن طريق ستاكس نت الفيروس اللي كان فيه ذكاء اصطناعي اللي استخدمته اسرائيل لضرب المفاعل النووي عن طريق ميموري ستيك. ازاي تعمل الدفاعات؟ اشكال كتيره جدا. طبعا حكايه تنوع التسليح، لازم يكون عندك تنوع تسليح، ما تاخديش من مكان واحد. وطبعا لو انت عندك التصنيع يبقى ده شيء رائع، بس احنا كدول عربيه لسه ما عندناش المجال ده، بس على الاقل ان احنا ما نجيبش من مكان واحد. يعني لا يوجد المجال، يعني لم تصل الدول العربيه الى هذا المجال لحد كبير بسبب يعني اقتصادي تمويل او بسبب علمي ويحتاج الى الكثير من الدراسات والابحاث. هي المشكله ما كانتش الفلوس، المشكله زي ما انت قلتي انه المعرفه، انه ما كانش عندنا. احنا عشنا شتاء العلم، يعني لما تكتشف لحد 79 كان ابحاث الذكاء الاصطناعي في القطاع العسكري الامريكي والبريطاني كلاسيفايد، سري للغايه. لما اعلنوا عنها في 1980 في مؤتمر كبير كان موجود في سان دييغو، بعد ما اعلنوا العالم العربي ولا كانه سمع حاجه، حتى لما كنا بنتكلم قال ده خيال علمي وبيضحكوا علينا. وطبعا الذكاء الاصطناعي تطور خطير جدا، اصبح دلوقتي عنده قدرات اقرب انها تكون قريبه من الذكاء البشري، يعني حتى ده بيتكلموا عنه. طب والمعضله لو بدا يبرمج الات ثانيه ويقوم بمهام خارج اراده البشر؟ فاحنا عشنا شتاء العالم العربي، عاش فعلا شتاء الكلام ده. لكن دلوقتي العالم العربي ومصر تحديدا وطبعا دولنا كلها شغاله انها تبدا تدرب وتعلم وتبني مراكز لبناء هذه المنظومه، بدليل ان احنا اصبحنا عندنا جامعه كامله للذكاء الاصطناعي، ودي اول جامعه في الشرق الاوسط في مصر، جامعه كفر الشيخ. بدانا نعمل تدريبات لاولادنا ان ازاي يستخدموا بشكل امن، بدانا نعمل انظمه عشان احنا نبني كمان مصر تصنع الكترونيات اللي هي الاجهزه الالكترونيه. وطبعا كل دولنا العربيه بدا يكون عندها وعي. فلسطين ما شاء الله انا داخله معاهم كذا حاجه خاصه بالذكاء الاصطناعي في الاقمار الصناعيه، بندرب الشباب الصغير، ده مهم لانه مره تانية العلم هو الاساس. وما عادتش المشكله فلوس، يعني الناس تقول لك اصل انا ما عنديش امكانيات، هي مش مشكله فلوس، لو انت عندك معرفه والفكر والمعرفه دي اهم حاجه. وهي قوه امريكا ليست انها عندها ثروات موروثه، قوه امريكا ان عندها علم ومعرفه، ده اللي مخلي كل قوتها السياسيه قادمه من بحث ونو هاو مش عند اي دوله ثانيه موجوده. فده هو التوجه. يبقى الحمايه الصحيحه ان انت تبني انظمتك، وان انت تقلل استيراد الحاجات التكنولوجيه وتوعي الناس. الوعي هنا 99% عليه، لان انت لن تستطيعي منع اي هجمات بتتم عليك، سواء هجمات فكريه او هجمات سياسيه او هجمات خروقات بتخش داخل انظمتك انت نفسها الا عن طريق الوعي. نعم، بالتأكيد. يعني من هنا حضرتك ألفت العديد من الكتب، في 5 كتب بالحروب اللامتماثله وكتب عن استخدام التكنولوجيا لإفشال الدول. ما معنى الحروب اللامتماثله؟ تمام. هو بعد 73 كنت يعني كان في كتب بتتكلم انه اسرائيل قالت انا لن ادخل في مواجهه ثانيه مع الجندي المصري، وكانوا قالوا نو بوت ان ذا فلور، احنا مش هنحط رجلنا على الارض، احنا نستخدم التقنيات الجديده ان احنا نعمل افشال للدوله ونحقق هدف الحرب عن بعد، يعني بالظبط، من غير ما انا بنقى اسهم في الموضوع، يعني انا اخلي الشعب ياكل بعضه ويقع فتجيل الارض والموارد طواعيه. فبداوا بحاجات كتيره جدا، طبعا كل ادوات الثوره الصناعيه الرابعه من تقنياتها، سواء بنتكلم على ذكاء اصطناعي او سايبر سيكيورتي او اقتصاد او ارهاب او تقنيات الجينوم، الجين الاسلحه البيولوجيه، كل الكلام ده وضعوا ان احنا هنستخدمه على الدول المجاوره عشان نوقعهم باستخدام هذه التقنيه. فبداوا يشتغلوا على مصر. فانا لما جيت قرات عن الحروب دي كنت دي الاطروحه بتاعتي في زماله اكاديميه ناصر، ان انا بشتغل دور التكنولوجيا في الحروب المستقبليه ايه. فوجدت ان في كان واحد اسمه ماكس ماورينج، دوت كان شغال في كليه الحرب العليا في امريكا وبيدي محاضره في اسرائيل، وبدا يتكلم على الاسيمتريكال وورفير، الحروب اللامتماثله. وقال لهم هدفها استخدام تقنيات لعمل افشال داخلي في الدوله. فبدات اقرا الموضوع. فحروب اللامتماثله معناها ان انا استخدم كل التقنيات لعمل افشال للدوله من الداخل باستخدام هذه التقنيات، مفيش فيها ساحه معركه. يعني الاول يعني غياب التوازن بين دوله ودوله تكنولوجيا بالظبط. لا مش بس تكنولوجيا، انا كمان مفيش ساحه معركه، كل الارض دي ملكي ان انا اخش فيها عن طريق الاقمار الصناعيه، عن طريق السايبر اتاك، عن طريق الارهاب. غير كده مفيش زي مقاتلين زي الاول، يعني الاول كان في زي مقاتل، لا انا وانت ممكن نكون جندي العدو ما نعرفش، لان انا بكتب على السوشيال ميديا كلام على بلدي، ممكن يستخدمك او يستخدمني من غير ما ادري، يعني يخش لي مثلا يكلمني في حاجه معينه فانا تعجبني فاخش اتواصل معاه واسلم بلدي كلها تسليم اهالي من غير ما اقصد. فهنا العصر ده ما عادش في حد اسمه جندي ومش جندي، كلنا جندي، يا اما لصالح البلد يا اما لصالح العدو. هنا مفيش فيه توقيت حرب، يعني انت ممكن تكوني تحت الحرب 24 ساعه وانت مش عارفه ان انت تحت حرب، بيضربك بكل الادوات. المهم انه عاوز يعمل افشال للدوله، بيقول لك انا همشي ببطء ولكن اوقعها.
أدواتها بقى إيه؟ بتستخدم الذكاء الاصطناعي، بتستخدم الأقمار الاصطناعية وعلوم الفضاء، بتستخدم علم الجينوم، الأسلحة البيولوجية، الأمور السيبرانية، البلوك تشين، بتستخدم البيوتكنولوجي، كل الحاجات دي تستخدم عشان تعمل إفشال. أنا بقى في الكتب الكتاب الأول كنت بتكلم على يعني إيه حروب لا متماثلة وأجيال الحروب اللي حصلت وإزاي توجه إسرائيل والصين وأمريكا أو روسيا لهذا الأمر. الكتاب الثاني شرحت تقنية وكل التقنية إزاي بتستخدم في الأسلحة بتاعت حروب لا متماثلة. من ضمن التقنيات مثلا استخدام المايكرو درونز، الطيارات الصغيرة دي وفيها ذكاء اصطناعي. فأنا أجي مثلا عايز أستهدف شاب عندكم في فلسطين، وشاب أنا بقى مثلا كيان صهيوني عايز أستهدف شاب، أديله صورته وأطيرها الطيارة فاير أند فورجيت، تروح تدور لي عليه وتقول البطل أموتاه، ومحدش يعرف مين اللي عمل كده، محدش يعرف مين اللي عمل فيه كده. فطبعا دي يعني بتستخدم من غير ما يكون في مثلا تيار يقود هذه، لا دي طياره صغيره خالص بتعرف على بصمه الوجه، زي ما حصل في قتل اللي هو قاسم سليماني رئيس الحرس الثوري الايراني. قاسم سليماني ده كان عمل عمليه في المنطقه الخضراء في امريكا اللي هي اللي تخص امريكا في العراق، وامريكا قالت لازم تقتله هو واحد تاني اسمه مهدي المهندس، وده كان مهندس العمليات اللي بتعمل تبع ايران. فلما حصل ان قاسم سليماني بعمليه تخابر بلغوا اسرائيل ان هو رايح على من سوريا للعراق، مجرد ما طلع وصل بالطياره بتاعته وطلع من الهانجر بتاع الطياره او مكان الطياره ده، جات له طياره درون من قاعده موجوده في الخليج، جت ب 2000 كيلومتر ماشيه والتحكم فيها من نيفادا بالاقمار الاصطناعيه، ونزل الصاروخ على دماغه. ولولا امريكا قالت ما كانش حد يقدر يقول لها مين اللي عمل الكلام ده، لان طبعا الاسلحه هذا مسموح يعني مرور هذا النوع من الطيران والرادارات ما بتجيبوش لحد الوقت، لان هو مدى الطيران بتاعه كان في طيران منخفض ما بتجيبوش الرادارات الارضيه، لا يمكن رصده يعني. لا وطبعا كل ما بتيجي تعمل سيستم للرصد، وطبعا في بدا يكون في سيستم للرصد بيغيروا في شكلها، بيعملوا تمويه للماتيريال اللي بتدهن بيه، فطبعا صعب. دلوقتي بيعملوا حشرات صغيره، يعني كان في فيديو حقيقي بيوريك ازاي استخدمت الحشرات الصغيره شكل الدبانه او شكل الناموسه عشان تعمل تمويه في الكلام اللي بيقوله رؤساء الدول زي اوباما، كان في فيديو حقيقي لشرح بيشرح الموضوع ده. فطبعا دي كلها الادوات. الكتاب الثالث بقى اثبت بألف مرجع اجنبي ان اللي حصل في مصر تحديدا ومنطقه الشرق الاوسط فيما اطلق عليه ثورات الربيع العربي كان شيء مدبر، واستخدموا بقى تقنيات زي لدرجه النت لما قطع في مصر كانوا مدربين شباب مصريين ازاي يستخدموا اللاند لاين عشان يذيعوا تويترز، ازاي يعملوا تويتنج باللاند لاين، وده كله بتدريب بالتكنولوجيا. والكتاب الرابع بتكلم على شركات المالتي ناشونالز اللي هي تقود العالم، زي شركات بقى امازون وفيسبوك وابل، ازاي الشركات دي ليها دور مؤثر جدا جدا في تشكيل السياسه القادمه والقوه والصراع القادم، ازاي دورها وباستخدام التكنولوجيا. والكتاب الاخراني بتكلم ازاي اسرائيل وامريكا، ازاي اسرائيل عامله وحدات تكنولوجيه، قوه اسرائيل دلوقتي ان عندها وحدات تكنولوجيه فائقه في الذكاء الاصطناعي زي الوحده 9900 8200 بتاعه الاشاره والذكاء الاصطناعي، تلبلويد دي اتعملت بعد يعني دوله سنين. صغيره جدا ولكن تكنولوجيا كبيره هي تبنت العلم للاسف. واحنا رغم ان احنا عندنا عقول متميزه يعني سواء في فلسطين في مصر في عالمنا العربي عندنا شباب زي الورد وعقولهم متميزه، برضو الفتره كنا احنا للاسف تراخينا دلوقتي لا، انا شايفه الشباب بتوعنا حتى عندكم وعندنا الشباب زي الفل وشغالين بكل الطرق ان هم يتعلموا هذه التقنيات. يعني نتمنى ان يكون هناك قوانين تضبط يعني وقواعد تضبط هذه العمليه، لا اعلم بالضبط هل هناك قوانين ضابطه لموضوع يعني استخدامات الذكاء الاصطناعي. بصي في العالم كله يعني حتى رؤساء شركات المالتي ناشونال زي ايلون ماسك، وكان قبل كده علماء كتير طلبوا ان تحب تحط تشريع دولي لهذه التقنيه، بس خلي بالك اللي بيعمل التقنيات دي هو عاوزها تكون كده، ما رضوش يوقعوا الدول. وحتى جيفري هيبتون لما قال ان عايز امريكا توقع انها عدم استخدامه لاغتيال البشر او قضاء على البشريه، قال لهم بعد ما قال الكلام ده قال لهم لا، لان الصين شغاله وروسيا شغاله والدول شغاله، فرفضت الدول الكبرى فرفضت الدول يعني بالظبط، زي ما حصل في الطاقه النوويه مين اللي مضى عليها؟ الدول اللي ما عندهاش طاقه نوويه، واللي عندهم طاقه نوويه ما مضوش. فالفكره هم يعني من يمتلك هذه التقنيه صعب جدا يمضي انه عاملها حتى يسيطر على الشعوب الاخرى الدول المنتفعه وعلى ثرواتها. احنا هنعمل علينا قوانين واحنا اصلا ما عندناش التقنيه دي لسه، فهنعملها ليه؟ فهو طبعا صعب ان انت تتحكمي فيها، ولكن انت كدوله اعملي تشريع ليك انت واشتغلي. واحنا عندنا في مصر استراتيجيه الذكاء الاصطناعي استراتيجيه واضحه، الاستراتيجيه دي خلت مؤشر اكسفورد انسايت الدولي في بريطانيا يقول ان احنا تقدمنا 55 مقعد خلال سنه باولادنا بايدنا، واحنا كل دوله عربيه تقدر تعمل ده دلوقتي على مستوى داخلي يعني على المستوى الدولي عملناه. يعني حققنا مراكز دوليه ان احنا نصنع بعض الحاجات اللي تؤهلنا يكون عندنا ذكاء اصطناعي وانظمه ذكاء اصطناعي مصريه. يعني في نهايه الحلقه اشكرك واشكر حضورك وكل هذه المعلومات الدقيقه والحساسه والاكاديميه يعني بامتياز دكتور غادة عامر عميد كلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والمحاضر في الأكاديمية العسكرية. جزيل الشكر لحضرتك. شكرا. شكرا يا فندم. الضيوف كلهم شكرا يا فندم.
مشاهدينا أشكركم على طيب المتابعة، أراكم في حلقة جديدة، دمتم بخير.